بخصوص هيئات مستقلة قرر التعاقد من أجل الإيفاء بالعهدة بتاعها في الميدان اللي هي مختصة فيه. هذا اليوم هو يوم له رمزيته، وكل يقرأه هو كما يريد، ولكن بالنسبة إلينا احنا لدينا يوم عالي الرمزية ويوم مهم جدا تلتقي فيه الهيئتان في إطار تقاطع عهدتيهما من أجل وضع اتفاق تعاون وشراكة يغطي كامل الفترة التي سوف تشتغل فيها هيئة الحقيقة والكرامة إلى أن تحل نفسها بنفسها. وهذا الاتفاق يغطي عدة محاور للتعاون، طبعا تتعلق بالمسائل ذات اختصاص مشترك، وأهمها مسألة العمل معا على تعزيز مجهود الوقاية من التعذيب ومقاومته وضمان حق الضحايا في أن ملفاتهم تظل يعني محل حفظ وعناية ورعاية من خلال إحالة الملفات التي وردت على هيئة الحقيقة والكرامة بعد ديسمبر 2013 أو التي وردت إثر انتهاء الأجال المخصصة لتقديم ملفات الضحايا. الاتفاقية تشير إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة تلتزم بإحالتها إلى الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب. أيضا نحن سنشتغل في إطار هذه الاتفاقية على برمجة أنشطة مشتركة تتعلق بحفظ ذاكرة الانتهاكات المتعلقة بالتعذيب، ومن ثم كيف تكون هذه الذاكرة حية من أجل ألا تتكرر مآسي الماضي، ومن أجل ألا يحصل إفلات من العقاب، ومن أجل أن تسود العدالة. نحن نتحدث من إطار طبعا عدالة انتقالية مسارها شرف على الانتهاء، ولكن هذه الفترة الأخيرة من مسارها مهمة جدا لأنها فترة الاختتام وفترة التقرير، وبالتالي الأنشطة التي ستتم خلال هذه الفترة ستكون لها رمزيتها وقوتها. أيضا نحن نريد أن نتبادل الأرصدة المكتبية سواء كانت ورقية أو رقمية مع هيئة الحقيقة والكرامة في كل ما يتعلق طبعا بحقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق بالوقاية من التعذيب، ويشمل هذا التعاون أيضا المواقع الإلكترونية وإمكانية النفاذ المتبادل بين الهيئتين، لأن هذا بطبيعة الحال سوف يعطي مزيدا من الإشاعة للهيئتين، وسوف يعطي مزيدا أيضا من الفرصة للضحايا لكي لا تضيع قضاياهم العادلة، وسوف يعطي أيضا فرصة إضافية للمواطن التونسي حتى يعرف تاريخه من جهة، وحتى يساهم بطريقة أو بأخرى في بناء مستقبله. نحن هيئة موجهة عملها إلى المستقبل لأنها تشتغل على الوقاية، وبالتالي عملها استراتيجي، ولكن لا يمكن حق الوقاية من التعذيب ما لم نشخص ما حصل ونحدده ونضبطه ونفكك البناء التقليدية والبناء القديمة التي أسست للانتهاكات القديمة، ونحل محلها بناء جديدة تضمن احترام كرامة الإنسان وتضمن إرساء ثقافة حقوق الإنسان وثقافة الوقاية من التعذيب تحديدا. لهذا نحن سعداء جدا بهذا الاتفاق الذي من خلال هذا التنافس الموجود بين عهدتي الهيئتين نشتغل معا على ضمان حقوق الضحايا، وأيضا على أن نرسخ معا ثقافة جديدة، ثقافة احترام كرامة الإنسان، وخاصة الإنسان الذي تعرضت كرامته للانتهاك أو للاعتداء بطريقة معناها مادية أو رمزية. هذا مجهود مشترك ومجهود تاريخي أعتقد أنه سوف يحفظه التاريخ في سبيل بناء أو إعادة بناء هذا الإنسان التونسي الذي تعرض في وقت من الأوقات زمن الاستبداد الكثير من الاعتداء على كرامته، وهذا يشمل عموم المواطنين ليس فقط الضحايا المباشرين. الآن هذا الإنسان الذي حقق ثورة شهد العالم برمته بأهميتها وبنواياتها من حقه أن يعيش في حرية وكرامة، وحتى من فقد الحرية بفعل
قرار إداري أو قضائي وأودع السجن أو الإصلاحية فهو لم يفقد بقية حقوقه كإنسان، وهذا ما نشتغل عليه أحنا حتى نضمن هذه الحقوق داخل مراكز الاحتجاز وكل الأماكن السلبة الحرية. فمرة أخرى نهنئ أنفسنا وإياكم والسيدة الرئيسة وكل أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة والهيئة الوطنية لمحاكمة التعذيب الذين أشكرهم جميعا على حضورهم من الصباح، وإن شاء الله الاتفاق هذا يكون في تطبيقه معناها أفضل دليل على أنه هو كان خيار صحيح وخيار وطني ويخدم قضية الإنسان التونسي. وإن شاء الله نهار من نهارات الصحافة اللي ما جاتش اليوم وراهم الإعلام هتندم على ما غضبتش الحدث هذا لأنه كان حدث جديد وتطبيق. علاش اليوم والهيئة في نهاية عهدتها تجي تعمل هالاتفاقية؟ أنا نحب نتأكد أنه بالنسبة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، يعني الأرقام الأولية تفيد أنه أكثر من 40% منهم يعني هما ضحايا انتهاكات تعذيب، يعني الأغلبية الساحقة ضحايا اللي أودوا ملفاتهم لدى الهيئة هما ضحايا تعذيب. علاش توا؟ خاطر توا فين بدينا في إنهاء أشغال التحري والتحقيق، يعني توا فين عندنا المعلومات المهمة اللي تحتاج أن تتقاسم معنا. إحنا في المرحلة هذه ليس فقط سنقاسم المعلومات والملفات وجميع المعطيات اللي تتعلق بانتهاك التعذيب في تونس، لكن أيضا سنسعى معا في الأنشطة اللي من شأنها تحسيس المواطنين على خطورة هذه الألفة وأيضا الإجراءات الكفيلة بالوقاية منها، وخاصة خاصة إرسال دولة القانون، لأنه إحنا في حاجة إلى أن دولة القانون تتوجد في البلاد، أن إحنا في طريق إرسائها، لكن ما زالت عندنا الكثير الكثير لازمنا باش نعملوه باش نوصلوا انه القانون هو يكون السيد الجميع وفوق الجميع، وما تصيرش كما تفضلت سيادتك افلام من العقاب بسبب مواقع نفوذ اللي تتوجد في البلاد هذيا. صار حدث يوم 29 تونس كلهم فخورين بهم، انتم حسب معلوماتي نقلتوا للجبس وحضرتوا وشفنا كيفاش أهمية أن تصير المساءلة المحاسبة لمن يرغب في الإفلات من العقاب بالنسبة لرأي العام، وعندنا بلاد وشعب يحبوا أن القانون يكون هو الفيصل، وعندنا قضاء اليوم عنده فرصة تاريخية باش يصمتوا ونفوذوا كسلطة قضائية يرسي هذه السلطة ويحدد معناها أنه ما عادش فما تدخل في القضاء في الشأن اللي هم الجرائم ضد الإنسانية جريمة التعذيب بالأساس. احنا كيفكم سعداء جدا وفخورين جدا بهذه الاتفاقية معكم، وعندنا يقين أنه مهما كانت هالفترة قصيرة بالنسبة لهذه الهيئة ستكون عندها آثار أوسع بهالتعاون اللي بدا اليوم، لكن انتم باش تواصلوا العودة الجزء على الأقل اللي احنا كنا مسؤولين عليه سنمدكم بها وتكونوا تورثوا المعلومات اللي الهيئة توصلت إليها وتكون بالنسبة لكم أرضية لتخطيط البرامج وإجراءات اللي تتم الوقاية من التعذيب. ونشكر البادرة والمبادرة مع هيئة الحقيقة والكرامة اللي عرفت علينا على حاجة هناك، واحنا فخورين بالحقيقة دي وإن شاء الله نواصلوا وإن شاء الله ما يصيرش فينا مصعب فيكم على خاطر الدوسيات اللي هم البرزلونية هذه، ونشكركم ياسر على الخدمة اللي خدمتوها، خدمة كانت صعيبة برشا
خدمة كانت تطبق مثل خدمة ليالي وخدمة وتنقلات وبرشا ناس معناها بالحق التاريخ سيدخل هذا عندكم بالحق معناتها وصلتوا في الأخر مالجري كل التحديات مالجري كل المحاولات إفشال معناها الهيئة هذيا أنكم تكملوا معناها ومش تكملوا معناتها الدوسيي نتاع الناس اللي تعذبوا واللي يلزم يقعدوا بذلك الشعب التونسي عند صغارنا سكتوا وصغار صغارنا باش نمشيو انه راه التعذيب دمر عباد ودمر البلاد ويلزم معناها العمل اللي يزيد شجعنا احنا باش نخدموا على الوقايه من التعذيب باش ما نجيش بكل. واحنا فرحانين اكيد معناتها امضاء الاتفاقيه معاكم ومانيش مع فكره التوريث راهي هذه التواصل مش توريث معناها تواصل لهيئه في هيئه اخرى معناها مش بديتكم حتى حد من الجن ينكرها. اليوم ما نجمش معناها نكون حاضر من غير ما نكون عندي شويه هيك قرصه في قلبي. انا كنت حاضر معكم في المقر اللي تعدينا منها نحن زاد كهيئه وطنيه وقائمه تعذيب المقر اللي في جناب بونفليزير في اول اللقاءات اللي عملتوها كهيئه حقيقه والكرامه في اول بدايه تلامس طريق العداله الانتقاليه في تونس كهيئه استقرت وانتخبت تحاول تعمل في لوبينج في الاول على دعم جهودها ومناصره جهودها واستيضاح مسار العمل اللي باش تشتغل فيه. نذكر وقتها من ضمن الاشياء وقدمت حتى ورقات لاعضاء الهيئه في عديد المسائل وهم ايضا استشاروني مشكورين في عديد المسائل منها الادله الاجرائيه وكانت وقتها من الافكار اللي قدمناها هي اتفاقيات التعاون ما بين هيئه الحقيقه والكرامه والوزارات وكل الهيئات القائمة وأيضا الجمعيات. بعد المدة هذه الكل وحبينا ونكرهنا في نهاية المسار 31 ديسمبر مش ديسمبر هو هذا نهاية المسار بتاع هيئة الحقيقة والكرامة. في هذه الكل نجم نقولوا اللي إيش عملنا من وقت تبدأ؟ برشا حاجات تعملت، أما التعذيب نزل. إيش عملنا في هذا الكل؟ برشا حاجات تعملت، أما الديمقراطية نزلت. الزوز نحكي على الزوز الهيئات بتاعنا. اش عملنا في هذا الكل؟ تعاوننا وتكلمنا ونشطنا وحاولنا انه ننجو، لكن المهمه ما زالت. فانه تنتهي اليوم عهده هيئه الحقيقه والكرامه وانه اليوم عهده هيئه الوقايه والتعذيب تنتصف في قرابه 3 سنوات باش نكونوا في عهدتنا وما زالت التعذيب اكثر والديمقراطيه تتراجع اكثر والحريات تتراجع اكثر وحريه التعبير تضرب اكثر. والعائله تتدخل اكثر في السياسه وتتدخل اكثر في الفلوس. هذا كله يخلينا زاد نحن الزوز كزوز هيئات وكافراد نقولوا راهي القفله اهم من البدايه. كي بدينا كانت عندنا برشا طموحات لكن توا كي انتم تسلموا في عهده ونحن في نصف العهده بتاعنا مسؤوليتنا اكبر. الناس اللي انتخبونا نحطوهم على جنب انا الناس اللي انتظروا فينا راهم حطوا على مسؤوليتنا حطوا على كتافنا مسؤوليه كبيره. القفله تاعكم كما اول نهار بصفه شخصيه اخويه قلت لكم راهي البدايه حاولوا تكون بدايه قويه حاولوا البدايه تخرجوا بها للناس كذا راهو اليوم زاد انا بصفه اخويه كل موده بكل محبه القفله اخطر لا يجب ان تضيع كل الاعمال هيك انا مانيش باش لا انتم تعرفوا شنو لكن الذاكره اللي باش تنقل هي الحقيقه الهيئه الوطنيه لقيمه التعذيب في علاقه بملفات التعذيب راهي مش ذاكره ملفات هي ذكرة خبرة العمل على الملفات. الوراق اللي باش يجونا حقيقة أنا يهمني ياسر. طريقة العمل على الوراق والمعلومات كيفاش وصلتوا لها المعلومات هذيك هي اللي تهم. فأنا أدعوكم على الأقل في اللي يهمني في اللي يهم مهام الهيئة بتاعنا أنه الخبرة اللي توصلتوا لها في طريقة إخراج المعلومة، في طريقة وصول المعلومة، في طريقة الوزارة هذه تخدم، الوزارة هذه اشتعملت، ونهار هذاك اشتعمل تفيدونا به وهذا انا جزء منه مش مكتوب، جزء منه موجود عندكم انتم كاعضاء. فانا ادعوكم الى جانب هذه الاتفاقيه انه تمدونا يد المساعده في اشخاص في الموظفين اللي عندكم ابار انه يجي يخدم عندنا ويعمل يكتب كونترا وكذا لا، قول لنا راه الشخص هذاك الخبير هذاك بربي يحكوا معه، عايدوه جيبوه. الذاكره هذه ادعوكم انكم تفيدونا بها بالطريقه هذه. لا شك انه لقاء تاريخي ولا شك انه حدث تاريخي، يمكن حتى اذا كان الصحافه ما حضرتش فيه ولا بعض الاشخاص يعتبروه مش مهم ولكن له اهميه كبرى. انا باعتقادي تنبع اولا ساعه من تهددكم بانتصاركم على جميع معناتها شفنا جميع المؤامرات
وجميع مثلا الصعوبات وجميع العراقيل تحطت في طريق هذايا باش ما توصلش انها تكمل العمل نتاعها. وسمعت حتى من يتردد حتى من الاشخاص المهتمين بالتعديل يقول ما باش يخدموا بالله باش يخرجوا لنا كتاب ونقراوه وقت اللي نلقى وقت. فانا نحب نهنيكم على اساس انكم في نهايه المطاف تمكنتوا من التغلب على جميع الصعوبات وصلنا على الاقل الى مسار واضح ومش نوصلوا ان شاء الله الى نتائج مهمه. معناتها مش لازم فقط في الماضي معناتها مش مستحق ولكن ستدير طريقنا في المستقبل. المسألة الثانية اللي نحب نأكد عليها هي أنه مسألة مناهضة التعذيب ومسألة إرجاع الحقوق إلى أصحابها والتصدي للظلم وإرساء دولة القانون والمؤسسات وهذه المفاهيم الكبرى كل مسألة ظرفية. حتى إذا كان البعض كان يعتقد أن هيئة الحقيقة والكرامة هي مجرد 4 أو 5 سنوات وينتهي المسار، أنه هذه مسألة مستمرة ومتواصلة، والدليل عليها هو اليوم اللي فما هيئة تسلم إلى هيئة أخرى بعدها مش نجم تواصل العمل هذا. والأكيد أنه حتى بتواجد هيئة الحقيقة والكرامة وإلا حتى بعد انتهاء عهدتها فأن هذا المسار سوف يجد كما قال لطفي أنه فما أشخاص لهم خبرة ولهم ذاكرة ولهم تمرسوا على الملفات وقادرين على أنهم باش يفيدوا في المستقبل أكثر يمكن من العمل بتاعهم داخل الهيئة. وأنا مطالب بأنه يتواصل هذا لأنه مسألة معناها أعلى كلمة الحق وإرساء القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون والمؤسسات لا يقتصر على مهمة رسمية ولا غيرها وإنما هو مسار متواصل تتكاتف فيه جميع الجهود وهو عمل يومي ومتجدد. أنا أعتقد أنه الاتفاقية التي اليوم هي الإطار الذي نبداو فيه بأنه نعطيه الأمل للناس. احنا تعودنا معناها مدة طويلة في تاريخنا أن الظلم دائما ينتصر، معناتها نصبوا شكاية باش نوقفوا في المحاكم ونتابعوا في الجلادين وفي نهاية المطاف نحسوا بخيبة الأمل. قولوا احنا لنا شرف أن ما سكتناش وأن حاولنا ولكن في النتائج كنا دائما نصاب بخيبة الأمل. المرة هذه هي المرة التي ما وصلناش فيها بخيبة الأمل، احنا وصلنا إلى حاجة، اليوم نراو في ناس قاعدة تقف في المحاكم. ونراو في ناس اليوم قاعدة خايفة وهاربة من العدالة. ونشوفوا في ناس قاعدة تلاحق حتى يقولوا هو شدوه مش ملاحق وهوش موجود متهني في داره. مش متهني انه بلاش ما يعملوا حتى شيء. هذا في حد ذاته هو اشاعه لقيم جديده في المجتمع، هو اشاعه الى مفاهيم جديده. نتمنى انه معناها الاجيال اللي باش تجي سوف تثمن لا محاله هذه المجهودات. ونتمنى النجاح والتوفيق لاعضاء الهيئتين والهيئتين. انا ديما نقول وهنا لطفي نبقى في الايجابيه. علاش؟ صحيح انه راهو المهمه مازالت كبيره برشا لكن قاعدين نتقدموا ببطء السلحفات، اما السلحفات في الاخر وصلت وربحت. قاعدين نتقدموا كما عملت وفعلا مثلا ديجا غزاره الحميده قلتها سي ديجا تخي بيان انه عشنا نهار كيف هكا. انا ديما الحقيقه فما زوز محطات يوقفوني في مسألة التعريق والديمقراطية. إنه في ألمانيا كي مشينا كنا نزوروا إحنا في معتقلات فشفنا آلات وكنا نتصوروا إنه هذوكم آلات تعذيب. شو يقوم الشخص اللي كان يزور فينا قال إحنا التعذيب راهو عنا في ألمانيا وقف من عام 78، راهو من عام 78 ما عادش عنا تعذيب. هذا الحاجة الأولى. الحاجة الثانية كي جانا سفير السويد يحكي هكا بكل اعتزاز قال نحن بلد ديمقراطي من عام 1709 من عام 1709. الحقيقة أنا ماذا بيا حتى احنا يجينا نهار نقولوا راهو التعذيب وقف في تونس من عام 2018 حتى يكون في اخر ديسمبر ما تسالش، انا هكا نبداو نأرخوا بي. وزيدا ويجينا نهار نقول راهو احنا بلد ديمقراطي من عام 2018 مثلا. فالحقيقه قديش حسيت بك الاعتزاز اللي يحكيوا به الناس على بلدانهم في المجالات هذه. احنا صحيح مازال التعذيب مازال برشا، بل انه التعذيب موجود في العقليه
معناتها وعشنا مع بعضنا احنا في المونيتورينج، يعني شخص بتقول له لو ما تضربش الكف عنده كانه حق مكتسب انه يضرب الكف. فراهو احنا راهو مش عندنا ممارسات يلزمها تتصلح، عندنا عقليه يلزمها تتجرد وتتبنى من جديد. راهو خليني نقول الامانه والمهمه كبيره برشا، وحتى كان الهيئه بعد اشهر باش تكمل مهمتها، رانا في كلنا خصوصا في المجتمع المدني ولا في اي لمحه باش نواصل نساندوكم ونساندو كل ما هو ضد هالممارسات التعيسه اللي ما عادش نحب نشوفوها في بلادنا، ويعطينا الصحه كل مره اخرى. احنا الهيئه عملت مرحله من التشخيص نجم نقولوا لحاله التعذيب والانتهاكات، وستقدم لكم نتائج هذا التشخيص. نوصيكم خيرا بالملفات، ونتمنى ان يكون الوقايه عمل الوقايه ناجح وناجح حتى تؤدى المهمه، وحتى لا تعود يعني تتبنى ملفات اخرى مثل التي تم بنا لها. انا مش باش نطول، انا باش نقول معناتها انا بدي زاد فرحانه انه حتى كان في اخر عهدتنا نجحنا ان كنا نعملوا الاتفاقيه مع بعضنا، وليه باش تكون بالحق معناتها كلي تؤرخ غدوة الشعب معناتها هذايا، وتكون معناتها كلي على الاقل نقطة في تاريخ مقاومة التعذيب معناتها كلي في تونس ما بين الهيئتين. انا الحق معناتها كلي متفائلة ياسر، يمكن عكسك شوي متفائلة، لاني انا قلت البارح معناتها كلي في جلسة جابس فكرة واحدة قاعدة تتعاود في مخي معناتها كلي نقول انا اليوم جعلنا اعتبارنا تويتس الكل، مش كاش الضحايا، تويتس الكل، لانه من 29 الجريدين الكل ما عادش باش يمارس التعذيب والانتهاكات وهو مرتاح، على الاقل يعرف اللي فما شكون ممكن غدوه باش يحاسب. وهذا بالنسبه لي انا معناتها نقطه فارقه معناتها في تاريخ تونس، لانه كما ومن خاطرك انا معناتها فكرتك انه حتى كان ما يتعاقبش، حتى كان ما يتعاقبش، وحتى كان ما يتحاسبش معناتها الجلاد، اليوم ماهوش مرتاح. ماهوش مرتاح لانه اليوم تونس كامله ولا تعرف، تونس كامله ولا تعرف اسمه. عائلته ربما اللي عمرها ما كانت تعرف عليه، اللي هو كان يعذب وكان معناتها يغتصب وكان يعمل في الاشياء هذيا، اليوم ولا تعرف، وما تصورش هذايا معناتها يشرفه ولا يخليه مرتاح. وبالنسبه لي انا يكفي هذا باش يكون درس حتى للناس الاخرين اللي مازالوا يمارسوا في التعذيب وفي الانتهاكات الاخرى. ونحب نوصيكم خاصه بالنساء نخدموا على عدم التكرار في الانتهاكات اللي صارت عليهم، طبيعي على كل مواطنين تونس، لكن تعرفوا معناتها خصوصيه المراه انتم عايشين، وهذا خاصه ما باش تفصح اللي صار عليها. احنا خدمنا عملنا خطوه كبيره في المجال هذايا عبر جلسة العالميه، عبر اللي يكون تسر نحن نخليهم يكسروا الصمت. انتم بطبيعه تخدموا زاد في خدمه كبيره ياسر في المجال هذايا، عاوننا زاد سي لطفي يعني قبل في يعني استعنا به في هذه الاجراءات لجنه المراه، زاد مشكور في هذا. في الاشهر هذا مستعدين نتعاونوا ونقدموا كل ما تراوكم عند صالح ان احنا ممكن نقدموه معتمدين بالكامل. شكرا لكم. كانوا فما عبيد ثم احرار، لكن حوالي 50 سنه ثاني لازم نقولوا البشريه وصلت مرحله الوعي، المفروض الناس الكل في حقوق الوحده كلهم يتمتعوا بحريه، كلهم يكونوا معترفين لبعضهم بالحق هذايا، لانه بالطبيعه على واسط في ثقافه فما شويه جذور قديمه تجربت كذلك، وفكره السلطه والسيطره والتكالب على السلطه خلاهم ديما فما شكون يحب يتجاوز حدود ويستعمل طرق بدائيه لافراض السلطه على غيره. من هنا جاء التعذيب كطريقه فرض السلطه، كطريقه اعتداءات اللي هي من ناحيه غريزيه قد يكون عندها تفسير، لكن ما عندوش تفسير كون الشخص اللي يقبل ذلك كيما قال موتسكيو وتوم كان بوغري بورتيو لاميزي، الشخص غريزيا يحب يمتد في سلطته في ملكيته، لكن هذاك قد يكون له تفسير على مستوى الغريزه، لكن الاخر اللي يقبل وتخلى عن حقوقه والخطوص خرج راحه ما كانش عنده علاقه اللي كانش تاع الخطوصه، هنا هو الخبر، هنا هو ثم التواصل نتاع اعتداءات وتواصل نتاع طرق تعذيب لاخضاع غير
وفساد حقوقه وامتداد السلطه على اساس التعذيب بطريقه موصله باقرب طريقه يمشي بينهم هذا، ولكن العبره بذلك العبره بالمقاومه، العبره بقدره على ان المجتمع يكون متكاتف بطريقه يمنع انفجاز من العذايا. وعلى كل حال الوقايه نقول خير من العلاج، لكن الوقايه كيف تشترى؟ بوعي عام، مجتمع مدني قادر باش ياثر وينشر ثقافه محاربه انواع من الذل الشخصي لاخيه الانسان لاخيه الانسان. اذا المحاكمه الاخيره اللي وقعت في باكوره اعمال هيك الكرامه من ناحيه محاربه الانفجاز خاصه على مستوى التعليم اللي كان موجود بطريقه عامة أكبر من أي بعثينة أخرى، حكمت إذا لم يجهز حتى 20 ماي تعني أن الوقاية همسة لها بالجرح والتعمم والوجوع. علاج لأنه العلاج شنو؟ في عقوبات، والعقوبات شنو الهدف تاعها؟ الردع وعبرة. العبرة يعني كيف يشوفوا العمل السابق معناها ودرس على في مسألة التعليم، شوف مصيره كونه باش يكون عنده عقوبه رادعه، ويغير الكل اللي يفهم ذلك ياخذ العبره وما يحاولش يسلسل في هذا. اذا التوعيه العامه والمجتمع المدني ومثل هذه الهيئه الوقايه من التعليم تلعب دور اساسي ومحوري في هذا، ويبقى ديما حسب اعتقادي من ناحيه المجاعه القضاء. لو كان في جمهوريه وكل حد في مكانه باعتباره يمثل تنفيذ القانون ديالك بعد ما تقع الواقعه بيقول على مستوى العلاج العلمي كان كل جمهوريه قال سي لطفي من جد وقت يزورناه وكان وزير الداخليه يكون وليبيا من الحقيقه اعتبروا اصابع عين الحقيقه كان كل جمهوريه بحكم مهامه بالامانه اللي مرتبط بعرفه ويشتغل القانون على زيدان ويرفع المظالم الموجوده بالنصيب المظلوم الظلم هذا اللي عمل بنسبه كبيره فيها على مستوى التعديل يلزم من يجي شخص ويبان اللي بالمعاينه او بتثبت عن طريق طبيب مختص يكون ثم تعديل الوقت يقع الاجراءات اللازمه الرادعه واللي تخلي الشخص هذاك اللي مشى على كوبته فيه عبره للغير. وعلى كل حال هو المستوى المدني هو اجراءات قانونيه من بعد ابيكم القاضي باش يكون في مستوى المهمه نتاعو ويبنى بلاصتو مفروض كذلك نعاونوا المستوى المدني وثقافه عامه تساهم. وشكرا.